الشافعي فيه موهبة جواه، راس ماله في الدنيا دي صوته، واللي يحب يقول الله ويلف قلبه في ملكوته. النقشبندي زمان وطبار مدارس اتعلم منها، في ناس كتير قوي سبقونا بنبص للدنيا بعينها. ادي حكاية جيل ورا جيل، وقصة على طول متعادة، والشافعي منشد صوته جميل، ومصر دايما ولادة. اهلا 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 أهلاً بيكي. أهلاً بيكي. إزايكم؟ خير الحمد لله. إزايكم؟ سنكم صغير يا جماعة، أنا قلت منشدين دينيين هيبقوا أكبر من كده. الله يخليك، بس أنتوا كبار في المقام. ربنا يخليك. تعالوا بقى نتكلم في موضوع الإنشاد الديني، نقعد قعدتنا الحلوة. ميرسي والله إن أنتوا مشرفين. لا لا، ربنا يخليك يا رب على الاستضافة الجميلة دي. حقيقة كل سنة وأنتم طيبين، ورمضان كريم. بالصحة والسلامة. الله يخليك. عرفونا بقى من نفسكم حد حد، أنت مين يا مصطفى؟ أنا اسمي مصطفى الشافعي، عندي 25 سنة، خريج كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، ومنشد ديني وملحن. منشد ديني وملحن، وحضرتك؟ اسمي عبد الرحمن غانم، خريج كلية آثار جامعة القاهرة، بعزف على آلة الناي والكولة، وعندي ورشة لصناعة آلة الناي والكولة. عازف ومصنع لآية الناي والكولة. بالظبط. وحضرتك؟ أنا عمر قط، 22 سنة، خريج كلية زراعة قسم هندسة جامعة عين شمس، منشد ديني وعازف إيقاع. اشرح لي ده ازاي؟ هو الانشاد والايقاع بالنسبه لي هم هوايه، مش كارير بالنسبه لي. طب والزراعه قسم هندسه دي بتشتغل بيها ايه؟ ممكن اشتغل اي حاجه في اقسام الهندسه العاديه عادي، ممكن ميكانيكا او كهرباء او مدني او معماري، بالاضافه بقى للحاجات بتاعت هندسه المزارع والحاجات دي. جميل. وانت ناوي تشتغل في المجال ده؟ انا بشتغل بالفعل في بتشتغل المجال. بالفعل في المجال ده. وانت يا مصطفى، الكليه بتاعتك اللي هي تربيه نوعيه دي، المفروض اتعلمت ايه؟ بتطلع ايه يعني؟ انا خريج قسم تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم ده احنا بندرس فيه اغلب البرامج اللي هي في الكمبيوتر وكده، زي مثلا الادوبي وما تفرع طبعا. بس كليه التربيه هي بتطلع معلمين. بالظبط. أيوة. بالظبط. في اي مجالات بقى التربيه النوعيه دي؟ انا يعني في مجال الحاسب الالي. انت بس الكليه نفسها بتدرس؟ الكليه نفسها بتخرج من مثلا مدرس حاسب الي، مدرس مزيكا، مدرس رسم، مدرس حاجه اسمها اقتصاد منزلي. جميل. وحضرتك دراستك، انا ليه بسال الاسئله دي؟ عشان انتوا كلكم في الاخر فنانين، فانا عايزه اعرف الدراسه بقى ليها علاقه بده ولا لا؟ طبعا. الموهبه دايما ممكن تختلف عن المجال الدراسي نفسه. الدراسه ممكن تبقى عن حب او عن كارير في البيت مثلا، ممكن يبقى في البيت اثروا عليك نوعا ما ان انت تخش كارير معين او دراسه معينه، تطلع دكتور زي والدك مثلا. ولكن الهوايه بتبقى اللي هي التحقيق الشخصي او التحقيق الذاتي للشخص نفسه. انا بحب المزيكا مع اني درست اثار، ومرمم، انا مرمم ترميم اثار، يعني انا مرمم تحف اثريه، ممكن اشتغل في المتحف، ممكن اشتغل في اي بس اماكن. بس واضح ان انت شاطر بايديك، عشان كده عرفت تبقى مرمم اثار او صنعت اله، فده راجل حريف بايده. المهنيه في حد ذاتها هي موهبه من عند ربنا، زيها زي المزيكا، مش اي حد ممكن يشتغل طبعا بيها. نرجع بقى للانشاد الديني. انت يا مصطفى كونت فرقه، مع ان انت سنك صغير قوي على انك تكون فرقه دي. يعني انا بدات في مجال المزيكا بشكل عام بالتحديد في 2012، يعني كان عندي 15 سنة. بدأت غنى في فرقة الموسيقار هاني شنودة، فرقة المصريين، وبعد كده قعدت فيها سنتين، وبعد كده اتجهت للإنشاد الديني. أسست فرقة اسمها وصلة سماع، كنت من ضمن مؤسسينها يعني، واستمرت فيها لحد سنة 2022. بعد كده يعني حبيت إن أنا أعمل مشروع خاص بيا، يعني أكون أنا مؤسسه وأنا بس اللي بغني فيه يعني وكده، لان كان وصل سماع انشاد جماعي. اشرح لي بقى، انت بتصنع آلتين، الناي والكولة، صح؟ تمام. انت معاك واحد منهم معايا هنا؟ معايا الناي دلوقتي. طب ممكن اشوف الناي وتقول لي انت بتصنعه ازاي؟ لا، هو عمليه التصنيع. هلا انت معاك طقم نايات؟ طب ما تبقاش اناني، فرج الناس. تمام. هي النايات او الناي عامه ما يبقاش قطعه واحده، هو في الاساس بيكون 7 قطع ل 12 قطعه، دي بتبقى طبقات صوتيه، زي طبقتي انا دلوقتي وانا بتكلم، غير طبقه حضرتك، غير طبقه مصطفى، غير عمر، فهي دي اطوال النايات، دي طبقات موسيقيه. يعني كل ناي عنده طبقه موسيقيه مختلفه. خاصة بيه. بالظبط كده. اوكي. تمام. صناعه الاله نفسها هي بتاخد مراحل كتير جدا، لان ده اسمه في مصر هنا اسمه الغاب او البوس، ولكن في دول الخليج بيسموه القصب البري، عشان هو اجوف من الداخل، ما فيهوش الياف.
بس هي عمليه صناعته بتاخد من حوالي من 3 ساعات لاربع ساعات للقطعه الواحده. عملي بقى، عايزاك انت تنقي حاجه محببه لقلبك، يكون انت مؤلفها، تكون حاجه معروف اللي انت عايزه. يا من يراني ولا أراه، انظر بعين الرضا لحالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعين الرضا لحالي. الإنشاد الديني حالة روحانية بدأت بالمديح النبوي، ولحد النهاردة كلمات وألحان بتمس قلوب السميع. أساس الإنشاد الديني مدح آيات الله وسيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه السامية، كمان بيقدم دروس وقيم الإسلام، وبيكون في حلقات الذكر بيعتمد فيها المنشد على قوة وجمال صوته. دلوقتي الإنشاد تطور وبقى ليه فرق موسيقية بتعتمد على آلات كتير زي العود والقانون والناي والكمان والإيقاع. عدد كبير من شيوخ الإنشاد الديني حفروا أسمائهم في قلوب الناس، غير النقشبندي وطبار، منهم الكحلاوي والفشني والتوني، وصولاً لمحمود التهامي ابن شيخ المداحين ياسين التهامي. طب وانت يا قط، ايه اللون اللي انت بتحب تغنيه مع العزف بتاعك؟ ساكن وسط قلبي حب يا كرام، حبك يا محمد حرمني المنام، حبك يا محمد حرمني المنام، حرمني منامي ودمعي يسيل، حرمني منامي ودمعي يسيل، وشوقي دعاني وجسمي نحيل، وشوقي دعاني وجسمي نحيل، دوي القلب يبرى لأنه عليل، دوي القلب يبرى لأنه عليل، دوي القلب يبرى يا خير الأنام، حبك يا محمد حرمني المنام. شكرا يا عمر، شكرا يا عمر. انت يا غانم برضو حاله الانشاد الديني وحاله الغنى واستخدام اللغه الموسيقيه في حاجه بتقربك لربنا او لسيدنا النبي او لاهل البيت او كل الحاجات دي، انت برضو منجذب ليها ولا انت بتعمل ده لحاجة تانية، للآلة نفسها، لنوع أنواع تانية من الموسيقى؟ هو في البداية أصلاً المزيكا عامة
هي موهبه البني ادم بيتولد بيها. صحيح. يعني مثلا قبل وانا صغير مثلا عندي 7 سنين كنت بسمع سولو الكولا او الناي واقعد اعيط. انا لا فاهم ده ناي ولا فاهم ده كولا ولا فاهم بقى ايه ولا فاهم اي حاجه، بس الاحساس بتاع الميوزك ده وصل لي وانا متاثر بيه. فاذا كان منشد او اذا كان بيعزف ناي او كولا او اي اله او بايقاع، المزيكا هي مولوده معاه. فهو ما يقدرش يقول لي انا رحت للطريق ده، هو هي حاجه بتسوقه للطريق. اختار ده. اختارتك. طيب ايه موضوع ان انت خدت جوائز وانت سنك صغير كده في الانشاد والله الموضوع بدا معايا تقريبا من اول ما دخلت جامعه، ان اصحابي بداوا ينصحوني انت ليه مش بتقدم في مسابقات؟ فقلت لهم والله يعني ما عنديش فضول اقدم، ما كانش الموضوع في اهتماماتي. بس بعد كده قدمت في مسابقه اسمها ابداع تبع وزارة الشباب والرياضة، دي إبداع للجامعات أيام ما كنت بدرس. فدخلت والحمد لله ربنا كرمني وخدت المركز الأول على مستوى الجامعة في الإنشاد الديني. بعد كده قدمت في مسابقة منشد الشارقة علشان هي أكتر مسابقة عليها سبوت في الوطن العربي في المجال ده يعني. الحمد لله اختاروني من ضمن 450 منشد مصري إن أنا لمثل مصر. وكلهم كانوا مصريين؟ ده من هنا من القاهرة. أوكي. هما بيختاروا في كل بلد، بيروحوا يعملوا اختبار وبياخدوا واحد بس من كل بلد. فهنا تقدم 450 منشد مصري. انا الحمد لله يعني لقد يعني فزنا الحمد لله. فبعد كده رحت هناك والحمد لله عملت عروض كويسه جدا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، وصلت للنهائي. بس كان في تصفيات كتير بقى، كان هم 3 برايمات، برايم اول عديته، تاني عديته، وصلت للبرايم الثالث والاخير. بس ما حصلش نصيب ان انا اخد مركز من الثلاثه الاولانيين بسبب التصويت، لان المسابقه بتعتمد على الاداء والتصويت في نفس الوقت. مصطفى كان في يعني 100 نوع من الغنى كان ممكن نشتغل فيه، وكان في 100 صنف من المزيكا ممكن نشتغل فيها ايقاع، و100 الف صنف ممكن نحط فيه آلات نفخ وناي. اشمعنى الانشاد الديني ده؟ ايه اللي جذبك لده؟ والله اللي شدني للانشاد الديني هي رسالته، ألا وهي مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني حبيت إن أنا أعبر عن حبي من خلال صوتي اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لي. فبجانب طبعاً إن أنا لما جربت أنشد وتعايش كده مع معاني الإنشاد وإحساس الإنشاد والألحان اللي إحنا بنأديها، أنا حرفياً والله كنت بطير، والله حرفياً كنت بطير. يعني أنا أحياناً بنبقى قاعدين على الستيج أو مثلاً حتى في البروفة، الشباب حتى يقولوا لك ان انا اغلب الوقت ببقى مغمض عيني وانا بقول، نادرا لما تلاقيني فاتح عيني. لو فاتح عيني اعرف ان انا مش حاسس. طب اسمع، انا عايزه بقى اسمع حاجه يكون الناس عارفاها. يا سلام. عيني عيني والله يا خير الخلائق إن لي قلبا إن لي قلبا مشوقا قلبا مشوقا لا فوحق جاهك إنني بك مغرم والله 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 يعلم أنني أول
وقمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي ولا ظل له بل كان نور الله تنال الشمس منه والبدور الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه اتبسطت بيكم جدا جدا جدا. احنا دايما لما بنقابل ناس معانا زميلتنا الفنانه ساره بترسم بورتريه بنسلمه في اخر الحلقه. اتفضل يا ساره. ايه المفاجاه دي بقى؟ واو. طيب بما ان انت اللي عايز تبقى على كوبري اكتوبر وكده هي دي ده الافيش اللي كده. الله طب ايه رايك بقى؟ يعني لا ساره. شكرا شكرا. صوته لآخر السما واصل وبيعبر قضى الحياة كلها ينشد وبيكبر ملكوته في أناشيد من أجمل الألحان سبحانه من علمك تحب يا إنسان وقت المحبة تبوح وتقول كلام